لا، في البداية الألماني. اوه ماي جاد، الماني. نعم، ألماني من بافاريا. انا مرحبا، انا من منشن، وانا سافرت الى بلاد عربية لان احب البلاد العربية جيدا، واعتقد هنا في بلاد عربية الناس لطيفون جدا، ممكن أكثر مثل في ألمانيا، لأن في ألمانيا يوجد درجة كثيرة والناس يشتغلون كثيرا دائما، وهذا المشكلة، يعني هذا مشكلة كبيرة. والفرنسي؟ بونجور، أنا من فرنسا ومن باريس، وأنا أحب اللغة العربية كثيرا، وأنا أحاول أن أدرس وأتعلم اللغة الفرنسية. ماذا تحب في سوريا؟ أنا أحب سوريا كثيرا لأن المدينة القديمة مثلا هذا جميلة جدا. طيب، الأمريكي، عفوا، الإيطالي. أنا من إيطاليا، ويوجد دائما مشاكل كثيرة مثلا مع برلوسكوني، لأن برلوسكوني هو ليس جيد للناس في إيطاليا، لكن أنا أحب البلاد مثل سوريا، لأن سوريا ليس نظيفة، لكن أنا أعتقد هذا جميل هنا في سوريا، لا أعرف، ممكن أنا أسافر بعد شهر أو ممكن بعد أسبوع، لكن البيتزا ليس جيد هنا، البيتزا أفضل في إيطاليا لأن لا تستخدمون الكاتشاب، يوجد في سوريا يوجد كاتشاب، ماذا كاتشاب ليس جيد. الأمريكي. أنا من أمريكا، من واشنطن دي سي، ويعني الأمريكا يعني حر، يعني بلد حر يعني، أنا سافرت إلى سوريا، أنا أحاول أن أتعلم اللغة العربية، وأحاول أن أدرس اللغة العربية جيدا، يعني طيب، أنا أريد أن أتكلم اللغة العربية جيدا. هل يوجد إسباني أو بريطاني؟ أنا أعرف الإسباني، أنا من إسبانيا، ممكن أدرس اللغة العربية، عربية جيدا، لكن في إسبانيا يوجد دائما مأكولات جيدة، بريطانيا يوجد عندك؟ بريطانيا، أنا من إنجلترا، أنا من لندن، أحاول أن أتعلم اللغة العربية جيدا، لكن إنجلترا بلد جميل لأن عندنا الريف جميل، و I don't know what I should say. السويسري لا يوجد مشاكل. لا يوجد مشاكل مع السويسري. شكرا لك يا صديقي.